Jim on numara. يا حبيبي يا سجاد كل عام وانت بخير. وانت بعد بخير. صحة وعافية. صحة وعافية ويحفظ الجهد ويحفظ العراقيين اجمعين. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا بك سجاد، نورتنا. سجاد عادة يعني انت تحضر اجواء الاعياد والمناسبات وحتى الافراح، اكثر الاشياء اللي يطلبوها من عندك وتحب تقدمها انت؟ دائما يطلبون انه عازف تركي. حلو. اي يعني شغلات تركيه ومال اصيل الهميم، هاي هاي الاغاني مال بين قوسين ويوم ايش قد حلو. هاي هذا نسويها قبل الحفله، يعني قبل لا يجي المطرب يكون تيست، فاسويهن بين ما يجي المطرب وبعدين يصعد المطرب بعدين تولع الجو. بالضبط. زين. اللي اعرفه المتعارف عليه بالحفلات دائما يدورون مايسترو او ابو اورج قوي، عازف اورج قوي يعني. بصراحة أنا أشوف أكو حفلات يعني ثقلها ما يعتمد على الفنان، يعتمد على عازف الأورج نفسه. أكيد. اليوم ما مدى يعني أن يتقن العازف الأداء الخاص به على آلة الأورج؟ أكيد، يعني هي خلينا نقول 95% من الحفلة الفرقة. من أبو صوت، من جهاز صوت، من عازف أورجن، من طبالة، من بيركشن. هم يسكرون 95% من نجاح الحفل. هاي هذا في الموضوع ينتهي منه، بس دائما يصير الثقل الاكبر على عازف الاورج. اكيد. انه عازف الاورج اتوقع حتى قبل ما تبلش الحفله لازم يكون اكو التناغم بينه وبين الفنان. اكيد هو يكون يعني اللي يسموه المايسترو، لان هو يكون قائد على جهه الايقاع والصوت ايضا. زين، يعني هو يكون لازم يعني هو الكل بالكل، يعني يم الايقاع هو يتحكم بالسرعه مال الايقاع، هو يم كل شيء، يعني هو المايسترو الكل بالكل. حلو. شو حسن معنا من اي ناحيه يعني؟ هذا احنا اجواء عيد. وشنو الاشياء اللي راح سمعنا اياها؟ احنا ما رد يعني نحددك باختيار معين. ليش؟ يعني انت عندك يعني هواية اشياء حلوه، فممكن راح تقدم شيء احلى من اللي احنا راح يعني نقدم. فرح لو في الشيء هذا. فرح. فرح. أخذت عيدية؟ لا ما ندخل معزوفة. لا أخذت عيدية. ها عليها المعزوفة. عيدية لا بعد. عليها سجاد المعزوفة. كبرنا على عيدية. ها والله. زين أنت تنطي عيدية ولا تأخذ عيدية؟ أنا أنطي عيدية. أبد ما تأخذ؟ كنت. أخير مرة أخذت فيها عيدية شو قد؟ أخير مرة قبل 5 سنين مثل 4 سنين. قد كانت؟ كانت 10,000 من أبوي. زين هسه قد؟ بالسيارة الطاية. هسه قد أنطيت أنت؟ هسه أنا لا هسه بعد. سرعة ثقيل. هسه من راح أرجع راح يستلموني. يا الله. عشت ايدك، نورتني. عشت ايدك سجاد. فدوى اروح لك حبيبي. زين.
سجاد شو تشوف شنو الصراحه اللي تفتقده بهذا العيد؟ ما سمعت اللي الشيء اللي تفتقده بهذا العيد. الشيء اللي افتقده انه انا ما اعرف، انا كشخصيا ما اعرف انه احس هذا العيد مو مثل العيد قبل، ما اعرف جزء لان انا كبرت ما قمت ادور العاب او شيء. لا كنا قمنا نحس بهذا الاحساس، شوف مو الدنيا تغيرت والزمن تغير وايش، يمكن حتى انت تشوف جهالنا عيدهم يختلف تماما، ملتهين بالايبادات بالتكنولوجيا وغيرها من الامور، فلذلك كلنا نشوف هذا العيد مختلف. ولا احنا كنا بنيجي العيد كلنا نطلع نلعب بالشارع والالعاب البسيطه اللي كانوا يسووها، يمكن عزوز ملحق عليها حتى الكبار حتى الاهل كانوا يعني لمه حلوه وكليتشه وما اعرف شنو. هسه بصراحة دا أشوفها ماكو، يعني أيام العيد حال الأيام العادية. أصلاً صارت دليفري. إيه بالضبط. إيه بالضبط. إيش حالات؟ الكهوة الجيمر يوصيهم تطبيق يجري. بينما من قبل إيش حالات الأمواية تقعد باللي. ما أخذ قبل الصينية وراح موديها للفرن تشويها مالك ليش كم تتصل؟ مرة واحدة إيه. قلبتها. مرة واحدة لا لا ما قلبها. قلبها صاير. أوه كان ما طبت البيت نهاية. كان هسه يجوا سجاد فعل ماضي. لا خطي. على آثار لحد طبعاً سجاد أكيد إحنا. بعد عندنا اسئله هوايه لكن نحب ايضا انه نسمع. هالمره راح نسمع شيء هادئ. رد اسمع تركي مو حلو زهره تركي هو هي يلا نطلب شيء هادئ. يلا تركي تريد اغني تركي ترى انا كلش قوي بالتركي. يلا لا ماكو شيء لا تصدق لا عمل يلا خلينا نسمع تركي. راح نسمع شعر من عزيز. بس خلينا نتذكر شعر هواي والله حافظ شعر. انت راح تعزف لنا شنو العزوزه اللي راح؟ هو اكيد فد شيء غزل. غزل حلو يلا. بس احاول والله اتذكر انه الصراحه غير هواي حافظ. اوكي شنو الاكثر شعر انت شو تحبه؟ خلاص اسهل لك الموضوع. ودائما تقرا
تقرا بينك وبين نفسك بتشي فرحي حلو. شعر إيهاب المالكي شوفك واكو شعراء بطريقه اسلوب بالاسلوب الخاص بهم والالقاء يوصل فد رساله كلش حلوه. طبعا اكيد. ف يعني تعزف لنا شويه؟ ايوه ارافقك يلا. هو تترافقني بس بديها انت اعزف من هسه على ما اني يعني اقل نص دقيقه ممكن يعني لا ما يصير افضل وياك هيك لازم افضل وياك كليت شاي. شكرا. طبعا انا مو من عشاق الكيش. والله اعطيني اياها. انطيك موالح؟ لا لا والله شو الا خلي ابقى اوكلك بهاي الحلقه ما دام انت ما تحب الكليت شاي عاد هاك هاي كليت شاي له ما دام تحب الكليت شاك هاي خفيفي. هسه تذكرت الشعر؟ لا خفيفي هاي ما بيها تمر هاي بس عجين باذنجان. هاي لا ما بيها تمر. شو باعوا ما بيها تمر؟ لا الموالح. وين الموالح بالله؟ ها الموالح. هاي الموالح شكلها مو مالح فيها شكر. ها عندنا المنمن اعطينا. لا والله الموالح عندنا كاهي وقيمار. والله والله جاليس كاهي وقيمار هاي موالح بال للشكر خطيه. زين والله كاهي وقيمار تريد شاي؟ ها عجبتك؟ لا اليوم خلي اسوي لك تيست. عندنا بعد هذا شو يسموه؟ كعك ابو السمسم. كعك ابو السمسم هاي لا هاي كعك ابو السمسم هاك هاي كعك اوكي. لا انا كعك ما اطيقه. ما يخالف تجربها ما لك علاقه. اليوم انت راح تجرب كل الانواع. هذا برازق اكل اليوم ترسل اورك سمسم. عسوس ليش هالصعوبه؟ هو كعك ابو السمسم والله بعد. هاي شو يسموها هاي؟ بيتي فور. لا مو بيتي فور. اي بيتي فور صحيح لما دام قلت اسمها. ها أبغى أقول لك خلي أشيل الميزة خلي هنا على الأرض. عندي سكر معاك. زين. بس هاي أطيب شيء صراحة. يا هي والله؟ قاعد تعطيني البرازق. لا شو اثنين ما تنتاكل. ما أقدر والله. ها؟ ما أقدر. ليش؟ ما أقدر. أمي ما تقبل. لا لا والله. زين. يلا. عزوز شو أحس معنا؟ ها؟ بحسك استغليت الموقف حتى تتهزم. لا لا يلا شوي أعزف لنا سجاد. علماني هسه بس أتذكر الشعر. يلا. أنت ما تطول الطيف. يعني أنا ما أنسى. مظلة؟ يلا نولع. بس نجيب لك شاي؟ لا والله تدلل هذا تايجر. تايجر ويلي هذا؟ لا مشروبات الطاقة. حاول تبتعد عنها. بالضبط. مو؟ يلا. بس احنا بطاقتك بالعزف أحسن. ها؟ حطيت طاقة بالعزف. طاقة بالعزف. طالب باور خاصة هاي الموالح كلش طيبة. خير من الله التليفون وين؟ خاف أكلته ما أدري. أعطيتني وايد أشياء. التليفون وين؟ صدقت كذي؟ باع وين طلع التليفون؟ وقف خاف هذا ويقول لك التليفون ويقول لك بيوم العيد. هاي كل عام وانت بخير. وانت بخير من العايدين بس شويه ذاكره قويه. اي والله. تعرف غلاتك لو بعد يحتاج أبين أكثر يلبيك لهاني العمر ما ركزت بي من مر يمكن إذا قلت ليش كثر تهواني راح أتحير الليلة عد محبتك بس باكر تزود أكثر الأدري بي من تبتعد مدري شو أحس بحيرتي بصدري حفر بي خنجر مقطوع شريان ابهر يندفع شباك الجف وبالروح شيء يتكسر اشتاق لك اشتاق لك بس الحكي المضموم لك يتبعثر وبدون موج احتاج لك بالبر واحس بيك البر مرات ادور الجيت قبالك سبب يتفسر وتلمحنا حرك الخاتم وابدأ ارتبك واتحسر وهنا تحس بقيمة البس على شوفك يضطر يا فكت عيون القلب
يا ميستي البيها نغر مو رايدك وتنفسك لا يا نفس شيء أكبر. وياك ابتديت وبدونك شلون ابتدي اش تتصور عنك ردت مرة ابتعد والغيظ بفكار ابحر وتراجعت وبنفس الوقت منحرت بيش اتعطر. وياك ابتديت وبدونك شلون ابتدي اش تتصور عنك ردت مرة ابتعد والغيظ بفكار ابحر وتراجعت وبنفس الوقت منحرت بيش اتعطر. يخف الضواي وما يظل لو شوف الفراق ابصر والليل يتشمت هوى وبخيط الشمع من يزهر. يقول احبت ولي حبلوة وين الله وقسمت تروح يم عيونك الحلوة وسولف لك عليك هواي وتبلل يا واهس ماي عينك يمي لا تخف اريد نكون وجهك يدرس الغرفة واشتم بيك حني احبك حيل يا بني جهال بحضنك ينامون هنيالي. اظل كم دوب اسولف لك على العرسان من زفوهم قبالي ويمر من يمي عرس واتذكرك وانسى اتنفس واشتاق لك يمك يا بت قلبي يا وجه الماي انا ميت عليك هواي اباوع اغورت القمر بخدودك السمر احب عيونك الشقرة اباوع وصف بكل قوتي بعيونك واقول ان ما اخذت حقي انت اول بشر صدقي وين الله علي اهلك يحنون واجي انبابكم عريس ممنون واشوفك عروسه واجي وانطيك بوسه وغلينك غنى وزفك على القمر ما يرهم القاع سوالفنا برد نستبرد بساع لا تخافي ادفيت بين ضلوعي اخليت وغنيلك مثل غنى العصافير البلابل من تسمع تحير الغنى ما يوم مطروب يا حبيتك بذوق صدق تكبر فرحتي وخليك بغرفتي يا ربي ما تفرجها علي حتى الاحبها تصير لي والليل يخلص من وقت وبسرعة يطلع صبحة والقاها يمي ممددة ومستشهد من الفرح. هاي مرات يعني الشعر الغزل هو جدا حلو بس العتب هم حلو. العتاب والله سمع قصيدة للشاعر اسمع للشمري وحبيتها. رجع ساعتي لو بدي رجع ساعتي لوين ارجع للشعر هذا فتيان يلا تدللين اليوم عندنا طلبات اليوم احنا قبل نقدم لكم يعني زهراء اليوم اليوم استضيفتني اليوم انا ضيف خليك ضيف اليوم اسمع هذا الشعر الحلو يلا فاحنا بيت لا تقصروا يعني يلا يلا نسمع خلاص صورها يلا يلا بدي ارجع ساعتي وين ارجع واليا صدفة والله بطفر بيها لما ترجع بشر ما عرفه وانهي العلاقة من العرق قبل الدمع والون مو انت بالواقع كذب واقضيها انا اتمنى من اول همان طي وجه ووصيك
بلادي وسنتظر مرات سهلة تطب قلب الصعبة تطلع منه يل طيحتني من وقت والله على مودك تشذبت نام انت ويطبني سهر واتقلب وما اخفى الزين من يحلف كذب تطلع وياه الحلفة دافعت عن كذبك رغم لاحظ عيوبك الأعمى قالوا لي عنك مو حلو قلت لهم اعشق دمه مو حقي لو دار الوقت واكفر بديك الصدف وانعى الابو ذاك الدرب جابك تشل الاحوال تلاقينا غربة وبزجزت عينك لقيتك غالي من يومها ومن ما تجي ألقاك شاغل بالي وعيوني مو من الدمع من الإحساس التالي غزل غزل شوي نقول غزل يلا أحبك مو لأن أنت حلو لا أحبك مو لأن أنت حلو لا لأن روح التقت قبلي ولك بيك إذا أنت تمر على عمى يصيح الله والأخرس لو أن حاتيت يحاتيك أذب روحي على سهمك وأنا مجروح وأقول لك دير بالك خاف أذيك جرحني ولك بس كون عالكيف لأن أنت ويا دمي وخاف أبديك هاي دم ويسيل لأن أنت ويا دمي وخاف أبديك يعني ما أريد قطرة دم منك تنزل بالقلب جرحني ولك بس كون ما موت حتى من يتهمونك أبريك أنت بحضني بس أعتبرك بعيد أريد أنهيت كون أنا انخبط بيك بيا شارع مشيت قبالي ألقاك أدور بغير شارع هم ألاقيك أرد للبيت قبل ألقاك بالباب أطب قبل تطب وتقل تانيك تالي الليلة قلهم باكر أنساك أفز من غبشة الله وأحكي بس فيك بمراية صفنت ما شفت وجهي طلع وجهك قبالي وقمت حاتيك بغيرك فكرت قلت حتى أنساك طلع غيرك يشبهك فكرت فيك الله شفت هاي بالاخير مبدعين الله سويها تعال سوي والله الا سوي تعال والله الا سوي شلون هاي الاخيره الدو والدو طب يلا 1 2 سوي لا اقف 1 2 3 الله سويتها ولا ما سويتها عاشت تعال سوي هاي طيب فشي سهل زين سهل تعال والله فشي سهل انا احب اجرب والله تريد مال هبيبه يلا شلون سنة حلوة يا جميل لا ترجع هنا اوكي خليني ارجع احسن لان انا هسه لا ابقى قاعدة ذكي بسرعة البيت طبعا أنا أشكرك عزيز وأشكر سجاد بالحقيقة أن تعطونا بهذه الدقائق اثنينكم يعني كنت فعلا مبدعين شكرا بس أنا راح أطلب من عندك فرض طلب أنا هسه راح أنتقل للأربيل بس أريد انتقالتي تكون وياها في شيء كردي أي أول شيء خلى عايز زملائنا بالإقليم وهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله يا ربي أيامكم أعياد ومناسبات أكيد نتمنى هذه الساعة اللي راح تقضوها بكل حب وود راح نقدم لكم شيء بسيط لاستوديوهاتنا بأربيل ولكل كوادرنا أكيد عزيز حابة عايدهم طبعا كل عام هم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك من لكم يا رب دوام الصحة والسلام والعافية والتوفيق الدائم لكل الزملاء باستديوهاتنا بالعاصمة أربيل عاصمة إقليم كردستان فهذه انتقالة مشاهدين الكرام إلى زملائنا الموجودين في الاستديو لك الجواب